كان أبو طالب رضوان الله عليه من الأوائل الذين لبوا دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى اعتناق دين الإسلام، ولكنه كتم إيمانه، فكان يعمل بالتقية أمام قريش على وجه الخصوص، لا سيما في الفترة الأولى من الدعوة. وتصريحاته وأقواله الكثيرة جدا كلها ناطقة بإيمانه وإسلامه، وكان الإمام علي عليه السلام يعجبه أن يروى شعر أبيه وأن يدون. قال عليه السلام في شعر أبيه: تعلموه وعلموه أولادكم، فإنه كان على دين الله وفيه علم كثير. ناصر أبو طالب النبي صلى الله عليه وآله، وتحمل المشاق والصعاب العظيمة، وضحى بمكانته في قومه، ووطن نفسه على خوض حرب طاحنة تأكل الأخضر واليابس في سبيل ذلك. ولما مات رضوان الله عليه، شيع رسول الله صلى الله عليه وآله نعشه، وقال برقة وحزن وكآبة: وصلت رحما وجزيت خيرا يا عم، فلقد ربيت وكفلت صغيرا ونصرت وآزرت كبيرا. توفي أبو طالب رضوان الله عليه في 26 من شهر رجب من السنة 10 للبعثة، وقيل أنه توفي بعد السيدة خديجة بثلاثة أيام في شهر رمضان. وضع الحاقدون الأحاديث المكذوبة في حق أبي طالب رضوان الله عليه، وزوروا تاريخه ما وجدوا إلى ذلك سبيلا، حتى لقد نسبوا إليه الكفر، ولو كان ثمة شيء أعظم من الكفر لنسبوه إليه ووصموه به، كيدا منهم لابنه أمير المؤمنين علي عليه السلام، ذلك الرجل الذي تكرهه قريش ويبغضه الحكام ويشنأه أهل الباطل.